شو هي قصتكم الرئيسية؟ اللي ما يعرف اللعبة الكبيرة يضيع في التفاصيل. لو ما قدرناش ناخد المنصة بالملفات اللي فيها يبقى نهد المعبد باللي فيه. في مجموعة رح تدخل حيعملوا فوضى كبيرة بنص أبو ظبي عند دولة مؤسسات العصر. هل نحن على الطريق الصحيح؟ هنا مكمن السؤال. جهز سلاحك، حدد هدفك. القصة صارت معروفة، ما لازم تأثر فيك الأغراءات شو ما كانت تكون. سدد. إذا عرفت سر صغير هذا ما بيعني أبدا أنك صرت تعرف تلعب اللعبة الكبيرة. ألقت شرطة في أبو ظبي قبض على أحد المتهمين المروجين للإشاعات. أنا زلمي بكسب حقي بدراعي. في أرقام ما أعطتنا ولا نتيجة، أصلحنا لك على كم من ملف دسم. ريت كل هذا من وراكي؟ يلي بيسكت على الغلط بيغرق فيه. دي مشكلتك وأنت لا تحلها. صدق اللي قال لا تشلونها.